باش فيما كنسمعوا الاسم ديالها السي حكيم دومو هنا في قنيطره، والا كتكون واحد الضجه وكيحاربوك دائما دائما تيحاربوا هذه السميه هذه. بغيناك اليوم تقول لنا علاش. بعدا تنشكر اخبار الفجر اللي عطات المستمعين والمتابعين اخبار الفجر، تعطونا هذه الفرصه باش نناقشوا مع شبان بحالكم. مبروك عليك البكالوريا. بعدا الله يبارك فيك السي حكيم. علاش بس شكون اللي تيحاربني؟ خاصنا نعرفوا شكون اللي تيحاربني، ماشي كلشي تيحاربني. هادوك تيوصلوا واحد الخبر خاطئ لواحد العده ديال الناس، وهادوك تياخذوها بحال حق بحال حق، ولكن راه كاين واحد النوايو دور هو اللي وهم بعض الالترات، ماشي كلهم، وهمهم بان حكيم مصالح شو ملي غنجيو حنا راه غنديروا فريق كبير وغنجيبوا موارد وغنلعبوا على الالقاب وغادي وهادي وهادي. وبقاو كل خطره تيقولوا فين ما يبغي يجي شي رئيس، فين ما يبغي يجي شي رئيس ما يجيش حكيم دوم، ونحاربوا حكيم دوم، نجيبوا الرئيس اللي بغينا. الا استفاد 9 سنوات المكتب تبقى هو تتبدل غير الرئيس، المكتب تبقى هو تتبدل غير الرئيس، ولكن الكذبه تطلع في الدروج. عقل هذا لو تيرم الكذبه تطلع في الدروج، لا الكذبه تطلع في لاسانسور، والحق تطلع في الدروج، الحقيقه تطلع في الدروج. باش معمر الحقيقه غتوصل قد قد مع الكذبه، غتطلع الكذبه غتبقى الكذبه غاده حتى يوصل عليها الحق. الحق هو وصل، كلشي تفرش. بنادم عنده مصالح، كاين اللي قضى مصالحه وكاين اللي تغنى، كاين بزاف ديال الناس اللي تغناو اللي استافدوا اللي داروا بزاف ديال الاغلاط، انتدابات 200 ولا 300 لاعب اللي دازت عبر 9 سنوات اللي ما استافدتش منهم الكاك لا ماديا لا كرويا، بقات غادا الكاك تطيح تطيح تطيح. هاد الناس اللي عندهم هذيك الشجاعه وناضوا وحاربوا وقت الربع العربي وقت 20 فبراير وديروا الضغط وديروا الشونتاج، واحد نوايو دور هو اللي بقى شاد في الكاك وتيوصل اللي بغى للجمهور ووصل لدومو مصالح. الا جيتي تشوف وقت ما بغى يحيد رئيس تبدا عليا خط احمر خط احمر، هي طاحت لهوات الخط لمن غنسطروه. دابا اليوم خاصنا نمسحوا السبوره، وحنا القنيطريين والقنيطريات نوضوا نوحدوا الافكار ديالنا، نوضوا نقلبوا على الموارد، نردوا النادي القنيطري اللي هو التنفس الوحيد في هذه المدينه، لا سينما لا ثقافه لا فن لا رياضه، بحال غنبقاو نعيشوا غا لا مركوب لا حتى حاجه، بحال غادي نبقاو غاديين حتى غنبقاو غا في ديورنا، ما بقى عندنا ما يدار. اليوم خاصنا حنا القنيطريين والقنيطريات الله يسامح على الماضي نوضوا نتجمعوا باش نلقاو الحلول، نادينا والانديه اخرى تكبر في قنيطره، وماشي غير نادي قنيطره، نادي كره قنيطره كره السله كره اليد الالعاب القوى، راه حاربوني حتى في المكتب التنفيذي، راه قالوا لهم حيدوا حكيم دوم باش نعطيكم وثائق الرسميه. طبعا هادشي راه الواقع، ولكن حنا بغينا الخير، غنشوفوا غنجلسوا غنتصنتوا غنعاودوا نجدوا الخيرات، عاش عندي الحق نجدد الخيرات باش ماشي شي واحد يبدا يغلطهم ثاني يقول لك لا خاصو يقبلوا الرئيس في التجديد ما كاين لا قبلوا الرئيس. كنت انا منخرط وما تستدعيونيش حتى 2019 وانا تنخلص الخيرات ديالي وما تستدعيونيش للجمهور العامه، وساكت وما درت عليهم صداع ما والو. ولكن هذاك لو نوايو دور بعد شي وحدين تيقولوا الترات، ولكن ما عرفتهم واش الترات ولا مستفيدين الدوره ولا مستفيدين هاد 9 سنين. هاد 9 سنين استافدوا الناس من نادي قنيطري وصلوها للحضيض، ها هما اليوم في الحضيض. الناس يطلبوا بالرجوع ديالي، بالرجوع ديالي كاين شروط باش خاصنا نخدموا، خاصنا نديروا واحد لوديت فينانسي، واحد لوديت سبورتيف، واحد لوديت ادمنستراتيف، نخرجوا ان دياغنوستيك ونسطروا واحد خارطه الطريق مع الجميع. ولكن اللي غيسير هو المكتب التنفيذي، ملي غيسير هذاك المكتب التنفيذي خاص نتوما الشبان جيو تستافدوا من الخبره ديالنا، باسكو نتوما اللي غديو المشعل. حنا هذا القطاع تنخدموه لبلادنا والولاد ولاد ولادنا القنيطريين، ومدينه قنيطره راه كبرات، راه ولات فيها شي 700 الف ولا 800 الف نسمه. مدينه قنيطره ما تهضرش على الاحواز، تهضر على مدينه قنيطره. دونك هذا الشيء راه كاين وليداتنا اللي قدروا يهزوا الاعلام وتصححوا بعض اللاعبين، ولكن واحد النسبه قليله، النسبه الكبيره تجي من التكوين، اش ما عندكش الموارد. هذا هو اللي كان، وتمسح
الصبورة تمسح على غنبداو حياة جديدة على نعاود غنعاودو نتولدو جداد ونتمنوا لما ناضوش عاوتاني دار واحد الحملة من تحتها مسمومة مكروهة وعاوداني راه كاين الهوات واحد تيتسنانا راه كاين الهوات جوج تتسنانا راه كاين العصبة تتسنانا وكاين المسيرة الحقيقية هي العود الصعود القسم الوطني الأول وبمراحل وبخدمة وجدية والناس كلهم اللي ساءوا الكاك انت نقولوش انا ما تيبغوش الكاك تيبغوا الكاك ولكن ماشي حريفيه في التسيير وما عندهمش الموارد اما تكون حريفي وعندك خبره اما تكون عندك الموارد لما عندك حتى وحده فيهم جوج حط سويرتات وسير بحالك عندك شي سؤال اخر شي كلمه على الرئيس السي علي الرمان ما نهضرش عليه شتي هو انا نقول لك ما عندي ما نهضر عليه النتيجه تتهضر عليه لكن اي قنيطري شافو يقول الله يخليك عاش حنا ما تنعرفوش تعرفو انت ما تنعرفوش دونك الله يخليك سيرتي ما جابش الله الله يعاونك خلينا نشوفوا هذا المستقبل كي غيكون كاين هو الوعود اللي وعد بان غيحيد النزاعات غيمسح النزاعات ما مسحش النزاعات هذا الوعد الوحيد اللي قال غيمسح النزاعات ووعد المستشار اللي جاب 80% راه هما كانوا تيعطيو الكاك وباقيين غيعطيو الله يخلف عليهم لا كاين رضا بنوحود لا الزمزامي لا السي المديوني الله يخلف عليهم وغيبقاو يعطيو الكاك هذوك تيبغيو الكاك غيعطيو الكاك هو دار لهم سيناريو زوين بلاطو زوين باش يبان بحال هو اللي جابهم ولكن هذوك الناس دائما عطاو الكاك ودائما غيبقى يعطيو الكاك ان شاء الله هادشي اللي كاين ولكن هو هاد السيد اللي وعد به ما داروش هاد السيد تيقول لك انا ب 35 نقطه كنت مصوفي الا ما تعرفش تحسب راه تحسب بالخشيبات راه ما مصوفيش دونك انت خديتي فرقه كبيره والحجم ديالها اليوم الكبر ديال هذا النادي عبر المغرب الحجم ديال هذا النادي عبر المغرب وعبر العالم بان بان كبير كل شيء تقلق حنا قنيطرين وقنيطرين تقلقنا اكثر ومرضنا اكثر ولكن راه المغرب كله خسر فريق عريق بالتاريخ ديالو بالامجاد ديالو محاربه المستعمر دار التاريخ فرقه ديال التاريخ باللعابه الكبار ديالو بالالقاب بالعوده الى تشامبيونز ليغ الافريقيه دار بزاف ديال الانجازات كاس العرب دار بزاف ديال الانجازات وداروا المصلحه الكره المغربيه اليوم هذا السيد صغر هذه الفرقه الله يهديه انا من هذا المنبر تنقول ليه خويا دوزتي واحد الوقت الله يخليك سير بحالك راه ما بقى وقيلا تا قنيطري ولا واحد النسبه المئويه اللي عندها مصلحه راه غتبغيك اللي ما عندهاش راه ما بقى باغي حتى واحد قنيطره تكون رئيس على النادي قنيطره وقانونيا ما انت ما رئيس بس قانونيا انت ما رئيس انت كاين واحد المحضر كان سميتو محضر ديال الاجتماع اللي دار ما فيهاش انتخاب الرئيس ما عمرو انتخبوا عليك ما عمرك تقدمتي بلائحه طبقا 33 طبقا القانون 3009 دونك هادشي كله انت رئيس لجنه حط صورتها ديال لجنه خلي المنخرطين يجلسوا بيناتهم بغينا شي نهار نختاروا الناس ونديروا شي زوم معاكم انتم ولا بغيتوا فيه 100 ولا 200 ولا 500 الناس عبر العالم القنيطريين والقنيطريات في القاره الامريكيه في القاره الاوروبيه في القاره الاسيويه في القاره الافريقيه وناقشوا نقاش عام فين كاينه المصلحه ديال مدينتنا علاش حنا ملي تنجيو لا كسياسيين انا ماشي سياسي تنجيو كسياسيين وكرياضيين تنبنيو واحد الافاق المستقبل الاولاد ولاد ولادنا كيفاش غيلقاو الفرقه وكنت تهندسها وهندسناها وحاربونا عليها راه العام اللي ناضوا خرجوا للشارع اللي غلطوا فيه راه كنا 15 مباراه انهزام واحد راه ما تتصوراش البال اليوم رابحين 8 المباراه والاخرى كلها سلبيه 22 مباراه سلبيه احنا في القسم الوطني الاول ثانيا رابحين في نصف النهائي كاس العرش تعايروني بالشفار واللي شفار هو اللي تيقول لي انا شفار هو الشفار باش نكونوا موضوعيين واليوم اللي باغي الخير الكاك مرحبا به اللي بغى يتهم هذا بالكاذب وهذا بالكاذب ويخرج السيناريو باش يقول لك دومو خايب دومو ما خايبش دومو هذا راه غادي يديروا التخارف انا اليوم يا كنت رئيس يا ما كنت رئيس غنعاون فرقتي الحميله خنزر تهزو غموالي هادشي اللي كاين اللي باغي الكاك مرحبا به اللي باغي يتعلم يسير مرحبا به اللي باغي يصبر مرحبا به باسكو راه ماشي ساهل تطيح الهوات وغطلع ساهل
راه غتقاتل مع 15 فرقه اخرى باش تطلع والحمد لله. دابا ماشي هكاك تيقول ليك في 5 سنوات الاخيره يكون في سير فيها عامين، في 5 سنوات الاخيره يكون في سير فيها عامين، هو ما عندوش هذا المعيار. حتى هذا المعيار خاصك يترشح باللائحه، فين هي اللائحه ديالو باش ترشح؟ ما كايناش. القوانين، القوانين اللي مخرجه 30/09 الجامعه الملكيه بالقوانين الانظمه ديالها ما طبق منها حتى حاجه، ما وافقش. الا كان وافق راه حاجه اخرى، ما وافقش. هما تيجيبوا وثائق، هاد الوثائق بغينا نعرفوا امتى كان الجمعه، امتى حلوا باب الترشيح، امتى حط اللائحه ديالو، التاريخ اللي حط فيه اللائحه، باش ما يقدرش يترشح بالفردي. ممنوع ترشح بالفردي، خاص اللائحه على الاقل تكون فيها 10 ولا 11 الى 15. عطيني انت حط الترشيح ديالو باللائحه، امتى حلوا باب الترشيح الا بغى يترشح شي واحد اخر منافس ليه، ما شفناش هذا الشيء. دونك هاد الخروقات كلهم مقيدين، وفي هذيك 150 مليون باش يخليها ويقاد الفرقه ويمشي يدير نتائج باش يصوب الفرقه، خدا فلوسه هو الاول في وقت الازمه. كيفاش هذا تقول لي هذا تيبغي الكاك؟ الفريق كذب عليك ولا قنيطره تكذب عليك. الحاله اللي فيها الكاك هذه سنين كلشي كان تيتسنى هذه، غير ما قادش يقولها ولا ما قادش يخرجها. واللي تعطي وجهه النظر، اللي تعطي وجهه النظر مخالفه وحقيقيه، راه تيتحارب بالسبان والشتم وتيمشي يخليو ليه دار. دونك هادشي كله اي قنيطري اللي سولتي دابا ولا قنيطري غتسولو واش كنتي منتظر في العمق ديال الداخل ديال قلبه، غيقول لك ايه كنت حاس بها جايه. ما يقدرش، كنا عارفينها، ولكن الا هضرتي تيكون هادو مو بغا يرجع للكاك، وهادو مو بغا يحميك، ما طيح لناش الفرقه الهواد. بعدا المشروع الاول هو فشل فيه، شكون اللي غيامن به؟ شكون اللي غيامن في قنيطره؟ اي قنيطري ولا قنيطريه في العالم ولا قنيطره ولا في المغرب، ماشي غير حكيم دوم ولا ايوا، اي مغربي ما غيامنش بهذا الرئيس يقدر يزيد. ف شكون اللي الوعد الاول فشل فيه؟ في الكره ما عندكش الوعد يطول، راه موسم تيدور العام راه تيدور بالزربه، 30 دوره تدوز بحال تصرفيقه. ها هي تصرفيقه صرفقتي بها المدينه كلها. الا بغاو القنيطرين يزيد في المشروع ديالو بحال المشروع اللي كان تيهضر عليه، مرحبا. واش كاين شي واحد تي عنده استراتيجيه بدون ميزانيه؟ ما عمري شفتها في حياتي هذه، حتى عند حتى لهذا الوقت، حتى لهذا الرئيس، هذا رئيس اللجنه المؤقته ولا ما. ماشي غا هما، حتى وداد تمارا، حتى سيدي قاسم، راه منين تنزلوا من الجهه ديالنا تطيح شي فرقه، تنمرض اصاحبي، تنمرض. ما خاصهمش الانديه ديال الجهه ديالنا، خاصهم يزيدوا يقواو، خاصهم يزيدوا يكونوا، خاصهم يكون عندهم واحد المنهج ديال التكوين، واحد المنهج يخلقوا الفرص لولاد مديناتهم ويكونوا قويين في البطولات، لا القسم الوطني الاول لا القسم الوطني الثاني. راه واحد الوقت كنا 6 في القسم الوطني الاول، كان الجيش، كانت الفتح، كانت الكاك، كانت خميسات، كانت ستاد ماروكان، كانت لايسيس، راه كنا كنا في القسم الوطني الاول. نموت ولكن الغالب الله. واش انا غنمشي سوء التسيير غنحكمهم فيه؟ انا ما نحكمش فيه انا.